يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر. احنا الشعب الخط الاحمر، احنا الشعب الخط الاحمر. يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر. احنا الشعب الخط الاحمر، يسقط يسقط حكم العسكر. ايوه هنهتف ونقول يسقط يسقط حكم العسكر، ايوه هنقول ونقول احنا الشعب الخط الاحمر. انا كل قصدي المجلس، طبعا ما اقصدش الجيش، ما انا اصلا كنت مجند ولسه اخواتي في الجيش. كل اعضاء المجلس من رجالة المخلوع اللي خربوا المحروسة ومعلوها فقر وجوع. ضحكوا على الشعب الطيب بتحية عسكرية وقالوا لنا هما 6 شهور دي الفترة الانتقالية، وقالوا الثورة مشروعة وخلاص ما فيش جمال، هما اللي فتحوا السكة للخيول وللجمال. حد كلمكم من الجيش؟ كانت قافلة جاية التحرير تحج فهمونا، ولا من نزلة السمان جايين يفسحونا. قلنا الأسود معانا ونجدونا من بضاعة، واللي قالوا حميناكم جم فجأة خلعوا القناع. يسقط يسقط حكم العسكر، احنا الشعب الخط الأحمر. وزلوا اللي جابونا ويقولوا ما بتشكروش، حد ممكن يشكر مراته ان ما خانتهوش؟ وفي لحظه الوضع اتغير، فجاه لقينا صباع وفي المحاكمه شهيد وقال اوامر ولا بتاع. امال حمايه مين طالما الريس سابوا سرير؟ ما امرش الجيش يقتلنا ولا امر المشير، وان كان قبل ما يودع ساب لهم كرسي الرئاسه. كلف المجلس الاعلى للقوات المسلحه يبقوا شركاء في الثوره ازاي هو ما فيش حساسه؟ الشعب المصري صار ووقف ضد التوريث، كان واحد قد عيالهم هيبقى فوقهم رئيس. ودلوقتي بيربونا وطالقين البلطجيه، والانفلات متعمد بمشاركه الداخليه، وفلوسنا اتهربت والحاله ماساويه. كل يوم اضرابات مقصورة وفتن طائفيه، وحكومه خيال مآتة ورئيسها ضيف شرف. ريده الماليه المكاتب واداء عك وخرف. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، ما هي دي الفتره الانتقاميه؟ وبعدين قول لي يا عم الحاج، عملتوا ايه على الحدود مع عكله بالعبريه؟ ولا انا قلتوا ان الحدود مسبير والعباسيه؟ شويه قله مندسه وشويه تقول فلول. والله ما بنخاف لو حتى جبتوا لنا المغول، ورجعتوا لنا الطوارئ ومحاكم عسكريه، مش علشان حفظ النظام ده، عشان الكلمنجيه. وكمان اعلان دستوري نفسي افهم جبتوا منين، وقانون الانتخابات نفسي افهم مين وافق عليه. يعني 18 مليون وقفوا في طوابير وتذنبوا في عز الحر عشان يصوتوا على التعديلات الدستوريه، وفي الاخر بعد كل المصايب دي لسه بتقولوا قاعدين؟ لا انسوا مش هنمقمق 60 سنة تانيين، شبعنا من البلوزة وقلعنا الطراطير. اوعك تقلع البدلة الميري وتلبس الحرير، والثورة مش هتهدى الا لو النظام سقط، واللي فاكر غير كده تبقى سازة جوع بط. بصراحة كانت غلطة ان الناس ابن المداس ملحوق، احنا شعب طيب وديناكوا الامان. بس هنهتف ونقول يسقط يسقط حكم العسكر، ايوه هنقول ونقول احنا الشعب الخط الاحمر. يسقط يسقط حكم العسكر، احنا الشعب الخط الاحمر. يسقط يسقط حكم العسكر، احنا الشعب الخط الاحمر.